السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتكلم عن الجزء الأول في Writing a Professional Document، وهو Writing a Proposal. المحاضرة دي والمحاضرة الجاية بإذن الله هيكونوا عبارة عن Writing a Professional Document اللي هو الخاص بالبروبوزل Writing، How to Write a Proposal. أسيبكم مع محاضرة مهندسة هالة عكاشة قسم الاي تي، إن شاء الله بإذن الله تكون مفيدة لحضراتكم. النهاردة الأجندة بتاعتنا أو هناخد overview عن حاجة اسمها اللي هو proposal، وهو بسأل إيه هو proposal، what's the proposal، وhow to write a proposal. تمام، يبقى انا اول حاجه اللي انا عايز اعرفها ايه هو، بسمع دايما كلمه بروبوزال وازاي هاو تو رايت ايه بروبوزال. اول حاجه هروح الاول اعرف ايه هو اصلا البروبوزال. البروبوزال يقول لي هي عباره عن از يور بلان، البلان بتاعتي بتعمل ايه، الخطه بتاعتي. ديسكرايب ان ديتيلز يور ستادي، اللي هي بتوصف الدراسه بتاعتي، وبتحدد كمان ديسايد اباوت يور ستادي ار بيست اون ايه بروبوزال. يبقى انا هنا الفكره ان انا البروبوزال هو عباره عن الورقه البحثيه بتاعتي اللي انا بقدمها لجهه معينه. يبقى ايه هي الجهه؟ ان انا بقول زي ما قلت في سيكتورز البروبوزال عندي، هنا زي ما قلت الساينتفك ريسيرش. الساينتفك ريسيرش بينقسم لتو سيكتورز اللي هو اكاديميك وبرايفت. نفس الفكره البروبوزال بينقسم لنوعين اللي هو البروجكت بروبوزال والريسيرش بروبوزال. احنا ان شاء الله النهاردة هنركز على الريسيرش بروبوزال، هنغطي اللي هو الريسيرش بروبوزال. تمام، انا عايز اعرف الفرق ما بين الريسيرش بروبوزال والبروجكت بروبوزال. الريسيرش بروبوزال زي ما قلت ان هو عبارة عن الورقة البحثية ان انا هقدمها لجهة اكاديميك او جوفرنمنت، بقدمها لناس متخصصين عشان اقنعهم بالنقطة بالبوينت أو التوبيك بتاعي أو في الريسيرش، وأديله مجموعة من الأوتلاينز من المعلومات، وبقول له مجموعة التحديات أو المشاكل اللي بتحصل مع الناس وإيه الميثودولوجي اللي أنا أقدر أستخدمها أحل بيها. يبقى أنا دلوقتي هي الفكرة اللي هو زي الملخص أو الموجز بتاعي اللي أنا بقدمه في البداية كستارت للإيه للريسيرش بتاعي. يبقى أنا هنا الريسيرش بروبوزال دي حاجة في الستارت في الأول بقدمها على حسب النوع اللي انا بعمله. انا دلوقتي بعمل، هل انا بعمل ريسيرش بروبوزال ولا بروجكت ايه بروبوزال؟ يبقى انا دلوقتي انا قلت هكونسنتريت على الريسيرش بروبوزال ان انا بقدمه لجهه اكاديميك. بقدمه لجهه اكاديميك يبقى انا بقدمه مثلا الكليه لرئيس رئيس القسم او الدكتور السوبرفايزر اللي هو هيشرف على البوينت دي عشان يكون مشرف معايا، اللي هو يتابع اللي هو step by step في الخطوات وفي الايه الريسيرش. يبقى هنا بيقول لي ايه هي البلان بتاعتي عشان اقدر اخد الابروف بتاعي واقدر اسجل في البوينت دي. زي ما قلت ان انا عندي there are two types من البروبوزال، research proposal وproject proposal. project proposal ده بقدمه لجهة بيكون ليها دايما في الغالب فوند بتبدأ تدعم لي البروجكت بتاعي عشان اقدر اوصل للنتائج وحل المشكله بالميثودولوجي بتاعي. تمام، في الغالب هنا. طيب دلوقتي انا بقول عندي كل الناس حددت الايديا بتاعتها، خدت توبيك معين، عايزه ابدا اعمل عن الايديا اللي انا اللي هي التوبيك اوف الايديا بروبوزال. البروبوزال هي عباره عن الورقه البحثيه اللي بقدمها لها. هي نفس الفكرة ان انت دلوقتي المفروض عايز تعمل research proposal في البوينت اللي انت اخترتها عشان تجاستيفاي او تبدأ تعمل investigation تحقق ايه المشكلة وتبدأ تحلها وتبدأ تديني overview فكرة عامة الناس بدأت تطور والناس وصلت ايه والناس واقفة عند ايه او ايه بعض التحديات او المشاكل اللي الناس وقفت ايه عندها. طيب بيقول لي هنا ايه هي المكونات الرئيسية عشان اقول والله ان انا عندي هنا عايزة أبدأ أكتب proposal. المكونات بيقول لي الإشيو المشكلة اللي هي المشكلة أو في الريسيرش بيحدد مشكلة معينة. تاني حاجة research design إن أنا بقول how will the research achieve its objective. تمام،
بعد كده بقول ايه البنفيتس اللي هتعود على اللي هو الريسيرش ده، هيعمل ايه، هيكونتريبيوت ايه، هيقدم ايه. يبقى انا عندي 3 مكونات رئيسيين لما اجي اكتب ريسيرش او اختار النقطه بتاعتي. النقطه بتاعتي بحدد المشكله بتاعتي، المشكله الديزاين بتاعي، ان انا مش بختار نقطه عشوائي، ما انا ممكن اختار نقطه او بوينت معينه وتكون كلوزد، اتقتل البحث، مفيش اي تغيرات اقدر اعملها. يبقى انا في الحاله دي اكون بحدد المشكله وادرس المشكله بتعمق جدا عشان اشوف، لان ممكن تكون معش في يعني بالنسبه لي مش هقدر اطور فيها. يبقى انا كده دخلت ايه في فيلد او مسار خطا، ان انا خلاص مش هقدر اطور في الفيلد ده. يبقى انا اول حاجه بحدد اللي هي الحاجات المكونات الرئيسيه عشان اكتب البروبوزال واقنع الجهه اللي انا بقدم لها عشان اقدر احصل على فاند او اقدر اسجل في، سواء انا عايزه احصل على ماستر او بي اتش دي. وبعد كده بقول له الريسيرش ديزاين، الديزاين بتاعي عشان ازاي احقق الاوبجكتيف من طريق الميثودولوجي اللي انا هستخدمها وهكذا. وايه البنفيت اللي هو ايه اللي هيقدمه، ايه البحث هيقدم ايه، يعني هيوصلني لايه، ايه التطورات اللي او الديفلوبمنت اللي هحصل عليها بعد ما قدمت لي البروبوزال. تمام، عشان تقنع. تمام، اول ما بسمع كلمه ريسيرش بروبوزال بيعمل، اول ما بسمع كلمه ريسيرش بروبوزال على طول هيجي في دماغي ان هو اوتلاينينج الستيب ان يور بروبوزال بروبوزد ريسيرش، ان انا هبدا اعمل اوتلاين، احط مجموعه من النقاط للريسيرش بتاعي، مجموعه من الكويشن، ايه هو الفيلد ده اللي انا شغاله فيه، ايه التحديات الموجوده فيه، ايه المشاكل اللي اقدر اتعامل معاها واقدر اعمل فيها ديفلوبمنت او الميثودولوجي اللي اقدر استخدمها، وازاي اكون مبدع في الطريقه ان انا اطور في الطريقه. يبقى انا هنا يكون الاطلاع كبير جدا، اروح اعمل اوتلاين مجموعه من النقاط عشان اطبق الريسيرش بتاعي اللي هو بقدم لنفسي. بيقول لي provide yourself with an interior context، ان انا يبقى عندي معلومات كتيره واكون مبدع ان انا هنا، وابدا اشوف الريسيرش بتاعي هيبدا يمشي ازاي عندي، واشوف التطبيقات بتاعتي بقى وافكر في التطبيق سواء الاكسبيرمنتال واتوقع بالنتائج اللي انا هحل بيها مشكله ايه معينه. تمام، والتايم تيبل يكون طبعا متوقع يعني التطور الزمني او التيبل اللي همشي عليه او تمام اللي هو الخطوات الرئيسيه اللي همشي عليها واحصل عليها في فتره معينه. يبقى انا اول ما اسمع ريسيرش بروبوزال انا عندي مشكله، المشكله دي ايديا عايزه ابدا اعمل عنها بروبوزال ورقه بحثيه عشان اقدمها لجهه معينه، عشان في ناس متخصصين عايزه اقنعهم ان هو يبدا يقرا البروبوزال بتاعي عشان يبدا يقول اه والله ده النقطه دي فعلا اللي هي هوت ريسيرش توبيك، دي نقطه بحثيه حلوه كويسه جدا ان نقدر يعني نقدر نوصل فيها لحاجات جديده، نتوصل فيها لاكتشافات جديده عندي او حاجات تحدث تغير في الحاجات اللي هي فيها بالنسبه للناس اللي كانت قبل كده الميستيكس او دروباكس اللي كانت موجوده عندهم. طيب اول حاجه عشان اعمل جيتنج ستارت ان انا رايت بروبوزال، اول حاجه على طول التايتل. انا دلوقتي في مشكله وليكن الكيس بتاعتي وليكن امراض الكانسر، مشكله دلوقتي ايه الناس اللي عندهم كانسر، انا عايزه اوجد طريقه. لو قلنا مثلا هشتغل في الفيلد الميديكال، خلينا يبقى انا اتعامل مع الصور الطبيه دلوقتي، انا كنت عندي مشكله الناس اللي عندهم ايه كانسر. طب انا هكتب كده الكانسر ديزيزز التايتل اوف الريسيرش او البروبوزال بتاعي؟ لا طبعا ما ينفعش يكون مور جنرال بالشكل العام ده، ما ينفعش. انا لازم احدد التوبيك بتاعي بطريقه صح، لا يكون عام قوي ولا يكون سبيسيفايد قوي عشان ما احطش نفسي في مشكله معينه. ان انا مثلا حددت نفسي عنوان معين، تايتل معين، يبقى انا لازم احدد اعمل الاتشيفمنت ده، اوجد يعني احقق حاجه هنا. ما انا ممكن اقول انا هستخدم الطريقه مثلا وليكن السبورت فيكتور ماشين، او مثلا دي طرق مثلا الكلاسيفيكيشن، او انا مثلا هعمل كلاسترنج اللي هو تصنيف. فانا ما ينفعش اروح احدده قوي ان اقول مثلا استخدم التي ان ان، لا يعني مثلا هقول كانسر ديزيزز، مثلا هقول اللي هو مثلا develop a predictive system for cancer diseases، تمام، للأمراض المخ by using مثلا ايه multi modality او medical image، ان انا هستخدم صور الطبية عشان ابدأ اشوف المشكلة. يبقى انا في الحالة دي التايتل، يبقى اول ما يجي الستارت بتاعي عشان اكتب بروبوزل، اول حاجة عندي ان انا
التايتل، وانتم بالنسبة لكم موضوع التايتل ده خلاص اللي هي محلولة، ان انت تبدأ تشوف التوبكس، هتبدأ يعني تغير حاجة بسيطة مثلا في التوبكس، تقربه بايه بطريقة ايه يكون مثلا ايه more specific ايه شوية. تمام، يبقى انا اخترت التايتل اول ما ابدأ اعمل الستارت عشان اريد بروبوزل. هو انا اول ما اقول رايت بروبوزل هروح اكتب بروبوزل على طول؟ لا، انا لازم زي ما قلت ان انا اوتلاينز مجموعة من الستيبس، هروح افكر ايه المشكلة ازاي، واحد اتنين تلاتة، ايه الناس عملت ايه قبل كده، ايه المستيكس، عشان اقدر اقنع الجهة اللي انا بقدم لها البروبوزل. هعمل الاوتلاين، هعمل حاجة اسمها الليتريتشر ريفيو زي ما قلنا، اللي هو عبارة عن تلخيص لأحدث الأبحاث في المجال اللي أنا عايز أشتغل فيه. تمام، اللي هو بدي اوفر فيو، نبذة عن الناس عملت ايه، وكمان مش الفكرة ان انا اقول الناس عملت ايه ده، انا كمان اطلع الدرو باك، العيوب اللي حصلت عندهم، واحدد بقى الميثودولوجي، واعمل التايم لاين اللي هو ايه، والليست اوف ايه الريفرنس، المراجع اللي انا استشهدت بيها عندي هنا، بالنسبة مثلا بقول الناس عملت كذا كذا كذا، بالنسبة للتريتشر ايه ريفيو. بيقول لي هنا known the requirement before ايه you start، اعرف ايه المتطلبات قبل ما ابدأ writing ايه بروبوزل، واقرأ كويس جدا في النقطة قبل ما تبدأ تعمل الستارت، عشان البروبوزل ده هو بيكون الحاجة المصيرية بتاعتك اللي بتحدد هل هو خلاص حصل عليه accept or ايه reject، اللي لازم تكتبه بطريقة in a good way without ايه any mistakes، بدون اي اخطاء. يبقى احنا النهاردة ان شاء الله الناس قسمت نفسها من 5 ل 8، يبقى انا هنا الفكرة هنطلع من السكشن ده how to write proposal، كل واحد هيكتب proposal عن الايديا اللي هو او التوبك اللي هو اختاره، زي ما اتكلمنا على literature review عرفنا literature review هي عبارة عن ايه. وهنا برضو بيقول لي ان هنا good literature review، لما اجي اتكلم بقول ان انا بوصل الشخص القارئ ان هو ابدأ ما قلت لما ببدأ بالموضوع الاول بصفة عامة، ببدأ هو اللي هو من الوايدر، وابدأ اضيق النقطة لحد ما افصل لمشكلة معينة هنا محددة. يبقى انا نفس الفكرة زي ما قلت ان انا مثلا هتكلم على الكانسر ديزيز، تمام، بعد كده هبدأ اقول والله انا اشتغل مثلا في البرين كانسر، تمام، وبعد كده كمان انا هستخدم صور الرنين المغناطيسي اللي هي عشان اقدر من خلالها احلل الامراض، وكمان ممكن اقول ان انا هعمل سيجمنتيشن لامراض اللي هي الصور الطبية عشان اكتشف الامراض. يبدأ انا هنا زي ما انا عارفة مثلا لو انا هعمل تجزئة صور الرنين المغناطيسي، زي ما انا عارفة ان المخ بتكون من 3 ريجون اللي هي الوايت ماتر والجري ماتر والسي اس اف. هو انا بدي امثلة، يعني هي الفكرة ان انت مش لازم تكون يعني اوير بالحاجات دي، انا بقول بس اللي هي الفكرة، انا بدي مثال ان انا دلوقتي عندي ناس عندهم امراض، عندي مشكلة عايز اكتشف الامراض دي قبل ما اوصل لاخر ليت ستيج، المرحلة اللي هو ما لهاش علاج. يبقى انا دلوقتي بقول والله انا عايزة اجزأ المخ، استخدم صور الرنين للانسان، خدت الصورة دي عايزة ابدأ اعمل لها تجزئة، بقسم المخ مثلا ايه، يعني معروف ان المخ 3 ريجون، تمام، دي اشياء طبيعيه. طب انا لو في ورم هكتشفه مثلا هو والباك جراوند بتاعه الصوره في الايه في الكلاس الرابع، فهل هنا هقول الشخص ده نورمال اب نورمال؟ تمام، وممكن ادخل في حاجه تانية ان انا كمان مش ان انا اقول الشخص ده نورمال او اب نورمال، لا ده انا اقول الورم ده حميد او خبيث او المرحله بتاعته مثلا اي بي سي وهكذا، على حسب بقى الدراسات وبدا الناس تكون عندها نولج. يبقى انا ببدا بالقارئ ان هو ريدر نون ايه اللي هو عارفه اللي هو از جنرال، وانا ببدا اضيق الموضوع اللي الناس كلها عارفاه، وابدا اوصل ان الريدر دازنت ايه نون اللي هو مش عارفه، ببدا اضيق الموضوع عشان ابدا اوصل لايه اتشيفمنت في الايه في البوينت. تمام، بعد كده بقى زي ما قلنا الميثودولوجي، ان انا لازم كمان ان انا ما اقول ان انا هستخدم كذا، لا ده انا لازم يكون عندي اللي هو الجادج الحكم او الفاليديتي للريزلت بتاعتي، اللي هي تقول ان هي او استخدم الماتريكس اللي تقول والله دي الطريقه اللي الناس دي كانت كويسه او لا افيشنت او حققت الريكويرمنت منها او ايه او لا. تمام، والاناليسيس بقى للداتا بتاعتي والشكل ايه. بعد كده بيقول كمان ان انا عندي التايم لاين اللي هي الخطه الزمنيه اللي بتساعدني ان انا اورجنايزد الريسيرش بتاعي، بكون محدده التايم بتاعي كل بارت عندي في الريسيرش. والله انا هعمل الريتريتشر ريفيو اللي هو المراجعه اللي الناس ما عملتها قبل كده، هعمله في قد ايه، هكتب الدوكيومنتيشن بتاع للبروجكت بتاعي،
هبدأ الشغل العملي بتاعي الريزلتس هتاخد مثلا من 2 لـ3 شهور وهكذا. التايم لاين ده بيساعدني عشان اعمل اورجنايزد الايه للريسيرش بتاعي وما ضيعش التايم ايه، ما يبقاش عندي تايم ايه ويست. طيب زي ما قلت ان انا هي نفس الفكره، يبقى انا هنا البروبوزال مجموعه بيتكون من مجموعه من السكشن، وهنبدا نشوف اول سكشن. اول حاجه قلت التايتل، يبقى انا هنا السكشن اوف البروبوزال تايتل introduction، بحط حاجه كمان اسمها البروبلم ستيتمنت، ايه هي المشكله، ممكن احطها برضه في الانترودكشن او الباك جراوند. ببدا تاني سيكشن اقول literature review، الناس وصلت لايه، واخر حاجه الميثودولوجي والداتا والاناليسيس للداتا وايه الليميتيشن، وبعد كده الكونكلوجن اللي هي الخلاصه بتاعتي. يبقى دي الاشياء الرئيسيه او السيكشن الخاصه بالبروبوزال عندي. تعالوا كده نشوف نرجع بقى نكمل ناخد السكشن الخاصة بالبروبوزل ونشوف كل سكشن بيكون موجود فيه. هنا زي ما قلنا، هنا أول سكشن خاص عندي اللي هو التايتل، وزي ما اتكلمنا قلنا إن البروبوزل منه نوعين، ريسيرش وبروجكت بروبوزل، وأنا هنا هكونسنتريت على الريسيرش بروبوزل اللي أنا بقدمه لجهة أكاديميك، تمام. وأول ما قلت إن أنا هنا عندي ده بعض السكشن اللي شرح اللي هو إيه البروبوزل او السكشن الخاصه بكتابه البروبوزل. اول حاجه هنا بيقول لي ده التايتل، ببدا احدد مين التايتل، وباول ما اقرا التايتل المفروض اول ما اللجنه تبدا تقرا التايتل خلاص تبدا تفهم المينينج او بدات تفهم انت محتاج ايه عندي، إيه عايز تنفذه في البروجكت بتاعك. بعد كده ببدا ادي في حاجه اسمها كمان ممكن بحطها قبل الانترودكشن اسمها الابستراكت، الملخص. انا عايزه زي ما انا عارفه ان الابستراكت ده بيتقسم لـ3 حاجات، بقول والله انا عايزه بدي اوفر فيو كده 2 سطر مثلا عن المشكله، بقول انا استخدم الميثودولوجي كذا والريكوايرد او ايه هحقق ايه، ممكن ده ما يزيدش عن 5 6 سطور. يعني الابستراكت الملخص او الموجز بيكون بكتبه مثلا من 5 يعني اقصاها 7 سطور، يعني مثلا من 100 يعني ما يزيدش مثلا عن 200 وورد يعني ماكسيمم او 180 اي وورد، تمام. بعد كده الانترودكشن قلنا زي الفكره اللي هي بتديني باك جراوند عن المشكله، يبقى انا ده تاني سيكشن عندي، تمام. هنا ببدا اتكلم عن الموضوع، وقلنا الموضوع بيبدا الاول من الوايدر وبعدين ابدا اضيق النقطه لحد ما اوصل لسبيسيفيك اي بوينت معينه. ده هنا الانترودكشن. اشوف البارت اللي بعد كده ممكن اضغمه عادي مع الانترودكشن اللي هو بحط المشكله، ايه الليكس اللي هي الدروباك اللي الناس ما قدرتش تحلها. بعد كده كمان هنا هنتكلم على السكشن اللي بعده اللي هو الاوبجكتيف، الاهداف او الجول من الريسيرش او ايه الحاجات اللي اقدر احلها، تمام. بعد كده السكشن اللي بعد كده بيتكلم على اللي هو الليتريتشر ريفيو، زي ما قلنا ان انا هبدا اشوف الناس وقفت عند فين عندي هنا، تمام. يبقى انا هنا هنشوف السكشن الخاصه بالرايتنج بروبوزال. يبقى انا اول حاجه عندي هنا بقول والله انا عايزه اكتب البروبوزال، هكتب التايتل، هكتب بعد كده الابستراكت الموجز او الملخص في 3 5 6 7 سطور، هكتب بعد كده الانترودكشن اللي هي الباك جراوند او الاوفر فيو عن المشكله، عن البروبلم ستيتمنت، هقول ايه الاوبجكتيف، ايه بعد كده الليتريتشر ريفيو اللي الناس بدات ايه تتكلم عن المشاكل دي وازاي اخر حاجه توصلت لها. بعد كده هتكلم على الميثودولوجي او الطريقه اللي انا هستخدمها عشان اتشيف البروبوزد اوبجكتيف، عشان احقق الريكوايرد اوبجكتيف الخاص بالريسيرش توبيك. وكمان وبعد كده بوصل لحاجه الكونكلوجن، ممكن احط كونكلوجن في الاخر اللي هي الخلاصه ايه اللي وصلت له، زي فكره الابستراكت اللي هو الموجز الاول. فهنا طبعا لازم اهم 2 بارتس عندي، ان انا اعمل اللي هو الابستراكت او الملخص بتاعي ان انا اكتبه بطريقه صح، وبعد كده الليست اوف ريفرنس، مش انا قلت فيه ريتريتشر ريفيو استشهدت بعض الريسيرشر، يبقى هنا هبدا اكتب ايه مجموعه الايه الريفرنس. وبعد كده ان شاء الله هنشوف المرات اللي بعد كده ازاي هاو تو رايت الريفرنس،
ازاي اشير ان انا اقتبست من الشخص ده، بعد كده ان انا ازاي اقول والله انا اخدت من الشخص الفلاني كذا كذا، انا بيقول ان الطريقة بتاعته استخدم طريقة كذا والطريقة بتاعته حققت كذا، طب ازاي اقول مثلا اديله رقم او وهكذا. طب بعد كده اديته رقم فوق مثلا في الجزء ده، بقول له والله ده انا اخدت من المرجع مثلا، وليكن هعمل لهم ايه نمبرنج بتاعت، او ده المرجع الاولاني ده المرجع الثاني، عايز اقول انا اخدت من الشخص رقم واحد. وبعد كده ازاي اكتب اسماء الاوثرز الموجودين على الريسيرش، واكتب التايتل اوف الريسيرش اللي انا استشهدت بيه او قلت ده شبه البوينت ايه بتاعي. يبقى انا هنا النهارده بس الفكره ان انا اتعرفت ان انا هاو تو رايت بروبوزال، الفكره ان انا ازاي اكتب بروبوزال عندي بشكل بطريقه صح، ان انا احل مشكله معينه. يبقى انا هنا المفروض اطلع من السكشن ده بثري بالتلات، يعني ان انا عارفه مجموعه حاجات اللي هو هاو تو رايت بروبوزال، عرفت انواع البروبوزال اللي هو ريسيرش بروبوزال بروجكت بروبوزال، واحنا كان التركيز كله على هاو تو رايت. وحتى بعد كده انتوا هتحتاجوها فيما بعد في مشاريع التخرج، ان انت اول ما بتاخد البوينت بتاعت المشروع هتبدا الناس تقول لي ليه، طب انا هكتب الحاجات دي ليه، انا هستفيد بيها ايه. انت هتستفيد بيها سواء انت هتعمل اللي هو الجراديويشن بروجكت اللي هو مشروع التخرج، اول ما بتاخد البوينت ابدا اول ما النقط ما بتبدا تتوزع الناس بتختار البروجكت، الناس بتبدا تختار نقطه بتبدا تعمل البروبوزال بتاعها عشان تقدمه للمشرف عشان يقول هل ده كويس او لا ان انت تكمل في الاتجاه يعني في الفيلد ده، او ايه عشان يشوف الاتشيفمنت اللي انت هتقدر تحققها او الحاجات اللي انت هتقدر توصلها في البروجكت بتاعك. تمام. طيب انا عرفت هنا تالت حاجه ان انا المفروض اعرف السكشن الخاصه بالبروبوزال زي ما قلنا التايتل الانترودكشن البروبلم ستيتمنت الاوبجكتيف الليتريتشر ريفيو. هحط كمان حاجه ممكن احط كمان تايم تيبل، يعني بعد الليتريتشر ريفيو اقول والله انا من مثلا الجزء الاولاني مثلا هعمل ايه، ان انا هعمل سيرفي هجمع مجموعه من اللي هو الليتريتشر ريفيو، هاخد مثلا من شهر لشهرين هجمع في الداتا دي عشان اقول والله ايه الميستيكس او ايه الدروباك الناس بدات حصلت عندها عشان اقدر اعمل اتشيفمنت التاني. مثلا السكشن التاني مثلا الجزء التاني من التايم تيبل بتاعي هقول والله انا من خلال اللي هو الفتره مثلا من شهرين لشهر مثلا هبدا اناليسز الداتا وهجمع الداتا بتاعتي الخاصه بالبروجكت. بعد كده الميثودولوجي بتاعتي هختار التكنيكس اللي هطبق بيها اللي هو هبدا اعمل اكسبيرمنتال ريزلت. بعد كده كمان هبدا اعمل فاليديشن للريزلت بتاعتي، هل السيستم ده ابليكابل بقدر اطبقه فعلا بيحل مشكله او لا. تمام. بعد كده هكتب الدوكيومنتيشن مثلا من شهر لشهر ونص اللي هو هكتب بقى البروجكت، هقسمه مجموعه من الشابترز اللي هو مثلا اقول انترودكشن ده اللي هو الاوفر فيو بتاعي، هعمل سيكشن تاني الناس الليتريتشر ريفيو، هعمل سيكشن بقى تالت اللي هو الاكسبيرمنتال ريزلت التكنيكس اللي انا استخدمتها، وبعد كده مثلا سيكشن الكونكلوجن والفيوتشر اللي هو الفيوتشر وورك اللي هو بقى الحاجات اللي اقدر اعملها اطورها بعد كده وهكذا. تمام. يبقى انا هنا التايم تيبل بيكون كويس جدا عشان ما يخلينيش اوصل بعد كده بيعمل لي اورجانيزيشن بالشكل الطبيعي. وده هنا برضو عندي هنا فيديو توضيحي للناس اللي هي حابه نبدا نكمل proposal to say how to write in proposal. Most research projects start with a proposal. You probably have to write one before you start your thesis or dissertation. A research proposal is designed to persuade someone that your project is worthwhile. For example, your supervisor or funding body. If you want to know how to write a proper research proposal, then stay tuned. Hi, I'm Jessica from Scuba, here to help you achieve your academic goals. A research proposal aims to reflect the relevance, context, approach, and feasibility of your project. Big words, but what do they mean? Let's find out with some concrete examples. The format of a research proposal varies between fields, but most proposals should contain at least these elements: title page, introduction, literature review, research design, reference list. Now let's go through what you should include in each element. The title page of your proposal should include the proposed title of your project, your name, your supervisor's name, the institution and department,
You should also check with your department to see if there are specific requirements. The introduction is where you'll hook the readers and demonstrate relevance. Here, you should introduce the context of your research problem and show that your research is interesting, original, and important. Here are some questions to guide your introduction. How much is already known about the problem? For whom is this interesting? For example, policymakers or scientists? What are the key research questions that you aim to answer? A strong literature review convinces the reader that your project has a solid foundation in existing knowledge or theory. It also shows that you're familiar with the field. In this section, you're explaining how your project will contribute conversations on your topic. If you're not sure where to begin, we have a playlist on how to write a literature review, where you learn about searching for relevant literature, outlining the structure, and more. The research design or methodology should describe the overall approach and practical steps you will take to answer your research questions. Here are things you should describe in the research design section. Research type. So is it qualitative or quantitative? Primary or secondary? Sources. Who or what will you actually study? Research methods. What tools and procedures will you use? Practicalities. Any foreseeable obstacles in terms of time scale or resources required? Click here to dive deeper into this section. To finish the proposal on a strong note, you can explore potential implications of the research for theory or practice. And emphasize again what you aim to contribute to existing knowledge on the topic. For example, your results might have implications for confirming or developing a theory, challenging current assumptions, creating a basis for further research. Of course, your research proposal must include proper citations and a reference list for every source you've used. It's important to keep track of your sources right from the beginning. You can create and manage your sources easily with Scribner's free citation generator. Depending on the requirements of your program, you might have to include a detailed timeline and budget of your project. This aims to show that your research is feasible. Within the timeline, you explain what you will do at each stage, how long it will take, and how much it will cost. We have an example research schedule in our article. You can take a look here. As in any other piece of academic writing, it's essential to edit and proofread your research proposal before you submit it. For the best chance of approval, you might want to consider using a professional proofreading service to get rid of language errors, check your proposal structure, and improve your academic style. As for how long the research proposal should be, it really depends. A bachelor's or master's thesis proposal can be just a few pages, while a proposal for PhD dissertation or research funding are often very long and detailed, so better check with your supervisor. Before you go and start writing, وبكده نكون وصلنا الملخص هو نفس الكلام اللي احنا قلناه ان هي بتقول ان الريسيرش بروبوزال بيتكون مجموعة من السكشن زي ما كانت بتتكلم بتقول اللي هو في التايتل الانترودكشن اللي هو الليتريتشر اوفرفيو والديزاين او الميثودولوجي بتاعتي تمام والايه والليست اوف الايه ريفرنس تمام وكده ان شاء الله نكون وصلنا لاخر سكشن وان شاء الله المره الجايه نجيب كيس ستادي للبروبوزال ونبدا نشوف كمان ايه بعض الميستيكس المفروض ما تكونش موجوده داخل البروبوزال وزي هي ما اتكلمت قالت ان انا قبل ما اعمل له سبميت لازم اعمل له ريفيجن قبل ايه ما ابدا اعمل له سبميت